الأجواء رح نصبح بالخير على ضيوفنا معالي وزيرة السياحة والآثار السيدة رولا معايعة. يسعد صباحك كل عام وحدثك بالخير. أهلا صباح النور. ومعنا عطوفة المحافظ جبريل البكري. يسعد صباحك كل عام وحضرتك بألف خير. يعني بداية عطوفة المحافظ نتحدث عن التحضيرات والتنسيق لهذا اليوم، ربما التحضيرات بدأت أشهر من قبل يعني وصولنا إلى هذا التاريخ، كيف كانت تحضيراتك وأبرز الأمور اللي اهتميتوا فيها؟ نعم بالرغم من الظروف القاسية اللي بعيشها أبناء شعبنا نتيجة الإعلان المشؤوم من قبل الرئيس الأمريكي ترامب بخصوص القدس وبخصوص القضية الفلسطينية، بالرغم من ذلك أبناء شعبنا أصروا أن يحيوا احتفالات أعياد الميلاد برسالة واضحة على تحدي لأبناء الشعب الفلسطيني، وأنه الشعب الفلسطيني باقي على أرضه، ثابت على أرضه بالرغم من كل المؤامرات التي تلحق ضده، وآخرها كان الإعلان المشؤوم من الرئيس الأمريكي ترامب. حقيقة الإجراءات اللي بتتم هذا اليوم هي إجراءات هدفها بنقل صورة مشرقة لواقع الشعب الفلسطيني من بيت لحم، مدينة السلام والمحبة والإخاء، وأيضا مدينة التحدي ومدينة الالتزام بأهدافنا الوطنية، وعلى رأسها إقامة دولتنا المستقلة وعاصمة القدس الشريف. إجراءاتنا الأمنية مختلفة ومتنوعة، تبدأ من بداية دخول غبطة المدبر الرسولي إلى بيت لحم من قبة راحيل، وانتهاءا بدخوله إلى كنيسة المهد، وأيضا باستقبال فخامة السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء من أجل أن يشاركوا في عشاء الميلاد وأيضا قداس منتصف الليل. أكيد إحنا عبر شاشتنا رح يكون لنا متابعة خاصة من هنا من ساحة كنيسة المهد لكل هذه الفعالية طيلة هذا اليوم. أهلا بك مرة أخرى معالي وزيرة السياحة والآثار، كل عام وانتي بألف خير. يعني بالرغم من إعلان ترامب المشؤوم بشأن إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال، يعني وبالرغم من هذا الإعلان المشؤوم على شعبنا عامة، إلا أن الأعداد الكبيرة من السياح ما زالت تتوافد إلى أرضنا المقدسة الفلسطينية، وظهر هو المصطلح الجديد بالسياحة التضامنية أيضا. يعني أكيد في البداية بحب أقول كل عام وشعبنا الفلسطيني كله بألف خير، لأنه كما تعلمون أن هذا العيد هو ليس فقط عيد للمسيحيين في العالم، وإنما هو عيد لكل فلسطيني بيحتفل فيه كل فلسطيني. للأسف يعني جاءت أعياد الميلاد هذا العام بالتزامن مع إعلان ترامب، وبالتأكيد يعني إحنا في كل نشاط قمنا فيه خلال الفترة الماضية سواء بيت لحم، بيت جالة، بيت صحور، رام الله بالشمال، الزباب لغيرها، كان دائما هناك رسالة واضحة، رسالة لكل العالم، لأنه عيد الميلاد هو رسالة. الرسالة كانت إنه يعني فلسطين هي عاصمتها القدس، والقدس هي مدينة فلسطينية محتلة، هي مدينة عربية فلسطينية، هاي كانت الرسالة اللي تكون من أي مكان. طبعا بالنسبة للسواح أكيد يعني كان هناك تخوف إنه كل أعداد السواح أو سواح يتخوفوا إنهم يوصلوا لفلسطين خلال هاي الفترة، ولكن لحسن الحظ إنه لا، يعني ما زلنا نرى أعداد كبيرة من السواح تتوافد إلى فلسطين وبالأخص إلى مدينة بيت لحم. يعني كان أعداد كبيرة مش فقط خلال هذا الشهر، يعني اللي بيميز هذا العام بالحقيقة إنه كان عندنا نسب إشغال عالية جدا بداية العام، إذا حكينا عن بداية العام حتى منتصفه نسب إشغال عالية جدا، ولكن من شهر سبتمبر، بداية سبتمبر حتى هاي اللحظة كانت تقريبا نسب الإشغال تقترب من 100% إذا لم تكن 100% كل الفترة، وإن شاء الله تستمر. يعني إحنا اليوم كل الغرف الفندقية ممتلئة بالكامل، وإن شاء الله راح نستمر يعني بالحجوزات حتى العام القادم، وربما منتصف العام القادم سيكون هناك حجوزات يعني عالية جدا. يعطيكم ألف عافية، وهيك يعني أعين العالم متجهة نحو بيت لحم بالذات في الفترة الميلادية. معالي الوزيري، يعني عطوفة المحافظ ذكرنا التحضيرات اللي بدأت أشهر من قبل وصولنا إلى هذا التاريخ، هل هذا العام بسبب يمكن الوضع السياسي الراهن كان في تحديات خاصة من الناحية التنظيمية والتنسيقية اللي واجهتوها؟
وحقيقة الأعياد في لها ميزة خاصة هذا العام، لأنه زي ما حكيت أنا هي عنوان للتحدي، وبالتالي هاي هي الرسالة. بإجراءاتنا الأمنية بالرغم من كل الظروف، إحنا معنيين أن تقام احتفالات أعياد الميلاد كما هي. صحيح أنه في هناك الكشافة أو حراسة الأراضي المقدسة أو البلدية أو المحافظة أو الأجهزة الأمنية مراعية للظروف اللي بعيشها أبناء شعبنا، إلا أنه الاحتفالات لها سمتين، سمة إنها أعياد دينية وأيضا سمة أخرى هي أعياد وطنية، وبالتالي رسالتها واضحة. يعني هي رسالة واضحة بأنه بالرغم من كل الإجراءات وبالرغم من كل المؤامرات اللي تحاك على قضيتنا وأبناء شعبنا، إلا أنه إحنا مستمرين بإحياء مناسباتنا الدينية والوطنية كما هي. وبالتالي اليوم هذا إن شاء الله يعني بكون بداية بدأت هذه فرق الكشافة بالتحضير من أجل صحيح ودنا نسمع أصوات الكشافة أيضا، وسيدخل إلى الكنيسة 22 فرقة كشافة، وبعد ذلك سيحضر المدبر الرسولي إلى دوار العمل، وهاي السنة سيقوم بالنزول من السيارة والبدء بمسيره من دوار العمل إلى غاية ساحة كنيسة المهد، وبعد ذلك سيتم استقباله الاستقبال الرسمي وأيضا الاستقبال الشعبي، وبعد ذلك تبدأ الصلوات من أجل أن يتم الوصول إلى قداس منتصف الليل، وبالتالي يعني سيكون غدا هو إن شاء الله متمم للاحتفالات بالتقويم الغربي، وبعد ذلك سنبدأ الاستعداد للاحتفالات بالتقويم الشرقي، وبعد ذلك الاستعدادات للتقويم الأرمني. حقيقة هذا العام في تحدي كبير، ولولا الشراكة ما بين كل مكونات العمل العلاقة بحراسة الأراضي المقدسة ببلدية بيت لحم بفرق الكشافة بالأجهزة الأمنية وعلى رأسها حرس السيد الرئيس، جميعهم يعملوا وفق خطة ووفق عمل عمليات مشترك من أجل أن ننجز إقامة هذه الاحتفالات بالصورة المشرقة التي تعبر عن واقع الشعب الفلسطيني، ورسالة إلى كل العالم أنه الشعب الفلسطيني الاحتفالات المسيحية والإسلامية تحيا برسالة واضحة، والقدس وبيت لحم هي توأم، ولن يكون في هناك أي إجراء قرار يفصلها عن بعض البعض. ستبقى القدس هي بوصلة كل أبناء الشعب الفلسطيني، ولذلك اليوم هذا إن شاء الله سيكون في صورة واضحة. طبعا الجميع متألم للضحايا ويراعي الشعور باتجاه سقوط الشهداء والجرحى والأسرى، جميعنا يعني معبر يعني وباحترام وبتقدير وبإجلال وإكبار لهذا الواقع، إلا أنه هذا لا يتناقض مع إحيائنا لاحتفالات أعياد الميلاد المجيدة اللي الشعب الفلسطيني بيفتخر وبيعتز فيها، وأيضا رسالة مهمة الشعب الفلسطيني هو مرحب بكل الوفود القادمة إلى بيته. أكيد خليني أتوقف عند هذه النقطة أيضا، إجراءات معمولة لاستقبال كل الوفود بلا استثناء. ممتاز، يعني كل هالوفود اللي عم تيجي بهاي الفترة وتنتظر كمان من وقت لوقت لحتى يجي عيد الميلاد المجيد لتيجي لأرض الميلاد وتحتفل عن قرب ومن أقرب مكان أيضا من طفل المغارة، كيف ممكن إحنا نستثمر كل هالوفود يلي عم تيجي لهون لحتى إحنا فعليا نحملها كل هالرسالة، رسالة السلام والمحبة، ويعني هم عم بيجوا على أرض الواقع وعم بيشوفوا بمعينهم المعاناة الفلسطينية اللي هم كمان إحنا كشعب إحنا عم نعانيها. يعني أكيد، وأعتقد هذا سؤال مهم جدا، لأنه إحنا خلال الفترة الماضية عملنا كتير بجهد كبير مع القطاع الخاص ليس فقط وزارة السياحة والأثار من أجل إعطاء الصورة الحقيقية عن فلسطين وعن الشعب الفلسطيني. يعني طبعا إحنا أمامنا آلة حرب إسرائيلية، أمامنا يعني الاحتلال بحاول يرسم صورة مشوهة عن الشعب الفلسطيني، عن ثقافته عن حضارته عن كل شيء. كان بالنسبة لنا مهم جدا، وهذه من أهم الأشياء اللي اشتغلنا فيها خلال السنوات الماضية ونجحنا
احنا فيها بصوره كثير كبيره ومميزه، انه احنا بدنا السائح اللي بزور فلسطين ما يزورها فقط لبضعه ساعات، يعني احنا نريد السائح عندما يزور فلسطين ان يقيم في فلسطين، ان يتعرف اكثر على المواقع في فلسطين، المواقع المهمه في فلسطين، وايضا على الشعب الفلسطيني، على ثقافته وعلى حضارته. هذا غير ممكن اذا ما كانش السائح اقام في فلسطين، في المدن الفلسطينيه، واختلط وتعرف على الفلسطينيين اكثر واكثر. احنا خلال السنوات الماضيه نجحنا انه نرفع بصوره مميزه جدا يعني اعداد السواح اللي بيقيموا في فلسطين، عشان هيك احنا حكينا عن نسب اقامه مرتفعه جدا، نسب اشغال شبه كامله لاشهر طويله يعني في بيت لحم. هذا جزء من عملنا عشان نعطي الصوره والصوره الحقيقيه، لانه احنا بهمنا الصوره الحقيقيه عن شعبنا الفلسطيني. واشتغلنا كمان في انواع مختلفه من انماط من السياحه اللي هي بتخلي السائح يتعرف اكثر على فلسطين وعلى الشعب الفلسطيني. انتوا اعلنتوا قبل فتره عن النمط الجديد للسياحه ل 2017 2018. احنا بدينا نشتغل، يعني هي تقليديا او تاريخيا خلينا نقول السياحه في فلسطين كانت السياحه الدينيه المسيحيه، بعدها اشتغلنا السنين الماضيه على السياحه الاسلاميه اللي كمان صرنا نشوفها كثير موجوده في القدس والخليل وحتى ربما ببيت لحم كمان، ومؤخرا بدينا بالعمل على السياحه المجتمعيه او سياحه خلينا نحكي المسارات، وهي السياحه مهمه جدا لانه السائح من خلالها بتعرف على مجتمعات، وهي المجتمعات كمان مش زي بيت لحم فقط ولا القدس ولا اي مدن اخرى، وانما يعني مجتمعات نائيه، مجتمعات مهمشه بتعرفوا فيها على الحياه الريفيه الفلسطينيه، بتعرفوا فيها على الحياه الصحراويه الفلسطينيه، يعني اكثر بيختلطوا مع الشعب الفلسطيني، فبالتالي بياخذوا الصوره الحقيقيه اللي احنا بدنا العالم كله يعني يعرف عن فلسطين. وبالاخر يعني احنا بنحكي هلا عن اعياد الميلاد، عيد الميلاد هو عيد فلسطين بشكل عام وعيد بيت لحم بشكل خاص. صحيح. فبالتالي احنا بدنا الرساله دائما تطلع من بيت لحم بصوره مختلفه، يعني بجوز ذكر المحافظ عن الاحتفالات بالاعياد، ولكن انا بستذكر انه حتى شجره بيت لحم تم اطفائها لليله. صحيح. من اجل انه العالم كله يعرف، وهي جزء من الصوره اللي بدنا نعطيها للعالم عن الواقع في فلسطين، انه في مشكله بفلسطين، انه الفلسطينيين بكل يعني بكل مكوناتهم مسلمين مسيحيين، اي فلسطيني واي انسان في العالم عنده ضمير بيقول انه القدس هي عاصمه فلسطين والقدس هي مدينه فلسطينيه محتله مثلها مثل كل دول العالم. بالتالي يعني اي سائح بيجي لهون المفروض انه يعرف اكثر. واحنا كمان في وزاره السياحه عملنا نشرات بمناسبه العيد، يعني نشرات بتحكي عن واقع السياحه، بتحكي عن الواقع الفلسطيني بشكل عام، وحتى بتحكي عن مدينه القدس، وهي يعني تم التركيز عليها بصوره مختلفه، وعن تاريخ مدينه القدس، حتى انه السائح عندنا بيقرا كثير، يعني السائح لما بيجي على اي مكان ويعني من العالم بحب يقرا ويتعرف على المكان اللي هو موجود فيه. فاحنا من خلال منشوراتنا في هذا العام صار التركيز على مدينه القدس وعلى تاريخ مدينه القدس، على انها القدس هي مدينه فلسطينيه تحت الاحتلال. عطوفة المحافظ ذكرنا يعني قداس منتصف الليل بحضور سيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء وأيضا مجموعة من الشخصيات الرسمية من حول العالم، أيضا يعني التجهيزات لهذا الموضوع، ربما هذا العام يعني إقامة هذه المراسم كالمعتاد هي أيضا توصل رسالة إلى العالم وتعزز من مكانة بيت لحم ومن مكانة فلسطين عالميا. يعني هو كالعادة هو يوجد حوالي 22 شخصية، يعني سواء على مستوى الشخصيات العامة الفلسطينية أو الشخصيات العربية أو العالمية اللي يعني حاضرة في المشاركة بقداس منتصف الليل. كما ذكرت القداس وكل الفعاليات التي لها علاقة بإحياء أعياد الميلاد في بيت لحم هي رسالتها رسالة واضحة بأنه الشعب الفلسطيني باقي على أرضه، الشعب الفلسطيني مصر على نيل حقوقه الوطنية بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. الكنائس جميعها ذهبت إلى فخامة السيد الرئيس وعبرت عن موقفها الواضح برسالة واضحة من الجميع، 14 ممثل للكنائس المسيحية في فلسطين
وبالأمس كان في مؤتمر أيضا صحفي لهم من بلدية بيت لحم برسالة واضحة أيضا لقرب البدء بإحياء احتفالات أعياد الميلاد، بأنه الكنائس جميعها ضد القرار الأمريكي، هي إلى جانب القيادة الفلسطينية، وأيضا هي مصرة على أن تكون أن يحقق الشعب الفلسطيني أهدافه بإقامة دولة المستقلة وعاصمة القدس الشريف. هذا هو العنوان، وهذه هي رسالة جميع الكنائس المسيحية في فلسطين، وحقيقة هذا مفخرة للشعب الفلسطيني، لأنه الاحتلال كل محاولاته بعد الفشل، وحتى نائب الرئيس الأمريكي بالمحاولات اللي بدأ بالترتيب لها من أجل زيارته، هذا كان في هناك موقف واضح من كل الكنائس صحيح. ومن كل الجهات الفلسطينية، وبالتالي أجلت استقباله وعدم الترحيب فيه. أكيد يعني تميز عام 2017، وخلني أستغل وجودك عنا هون بتسجيل رابع موقع فلسطيني على لائحة التراث العالمي. يريد لك نقدر نأخذ تفاصيل منك أكثر عن تسجيل مدينة الخليل كمان بهاللائحة. بالتأكيد، بس بحب أضيف بس شيء واحد، أنه دايما عندنا باحتفالات عيد الميلاد بيكون في عنا شخصيات زي ما ذكر عطوفة المحافظة بتيجي من خارج البلد، وهي المرة راح يكون عنا وزير خارجية مالطا راح يجي يحضر احتفالات منتصف الليل، وأيضا وزيرة السياحة الأردنية اللي راح تكون يعني ممثلة لجلالة الملك. يعني إحنا دائما نحرص إنه يكون في شخصيات من خارج فلسطين عشان كمان تسليط الأضواء أكثر على سياحة فلسطين وعلى مدينة بيت لحم في هذا الواقع. صحيح. طبعا يعني إحنا خلال العام الماضي، بالنسبة لسؤالك، خلال العام الماضي تم تسجيل مدينة الخليل على لائحة التراث العالمي. يعني الخليل هي مدينة فلسطينية مهمة جدا، ومدينة فلسطينية تعاني يوميا من الاحتلال. يعني البلدة القديمة في الخليل، الحرم الإبراهيمي، يعني هي دائما تعاني من إجراءات الاحتلال. يعني كانت الأولوية في العام الماضي لمدينة الخليل أنه يتم تسليم هذا الملف من أجل التصويت عليه عشان يكون على لائحة التراث العالمي. وطبعا كانت الحرب صعبة جدا في أروقة اليونسكو، يعني لم تكن سهلة على الإطلاق. يعني كان في كتير كتير، يعني الأمريكان والإسرائيليين حاولوا جدا أنه ما تكون مدينة الخليل على لائحة التراث العالمي، ولكن يعني اليونسكو كمان مرة انتصرت لفلسطين وصوتت على مدينة الخليل. مدينة الخليل طبعا لما نحكي مدينة الخليل هي البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي، وهلأ صار يعني أكيد من مسؤولية اليونسكو هي الحفاظ على البلدة القديمة من أي تصرف إسرائيلي يعني لتدميرها أو الحرم الإبراهيمي. وأيضا يعني هذا راح يسهل في المستقبل إنه يكون في عنا مشاريع من أجل الحفاظ عليها، الحفاظ على البلدة القديمة في الخليل، والحفاظ أيضا على الحرم الإبراهيمي. وإن شاء الله يعني دائما إحنا بنقول إنه الاحتلال دائما بتصرفه كأنه فوق كل قوانين العالم، بتصرفه كأنه فيش حدا موجود إلا هو بيقدر يعمل أي شيء في أي وقت بده إياه. ولكن يعني إحنا بنضل نحاول كفلسطينيين إنه لأ نحاول يعني في كل قدر المستطاع إنه نأكد دائما حضورنا أول شيء في كل المحافل الدولية، ونحمل مسؤولية العالم لأي شيء ممكن يصير عندنا، خاصة يعني هلأ البلدة القديمة صارت من مسؤولية اليونسكو إنه تحافظ عليها. وكسياحة طبعا إحنا نحكي كسياحة، وزارة السياحة إنه وجودها على لائحة التراث العالمي هذا بيعني أنه إلها قيمة للإنسانية كلها، يعني قيمة مميزة، قيمة مختلفة للإنسانية كلها، ومش بس يعني مهمة بالنسبة لنا كفلسطينيين. بالتالي هذا بشجع السواح أنهم يوصلوا لمدينة الخليل أكثر وأكثر، وإحنا بدينا نشوف أعداد أكبر وأكبر من السواح بتوصل لمدينة الخليل. يعني كان عندي حديث قبل يعني فترة مع محافظ الخليل ومع كثير مؤسسات من هناك، وكلهم أكدوا أنه خلال الفترة الماضية صار في زيادة أكثر في أعداد السواح، وزيادة ملموسة جدا بأعداد السواح اللي بوصلوا لمدينة الخليل، بالأخص السياحة الإسلامية، وبالأخص من تركيا، إندونيسيا، ماليزيا، وحتى دول عربية مثل المغرب، هي الدولة الوحيدة اللي بجوز شوي عمالهم بيجوا عنا للسياحة الدينية، وبالأخص السياحة الدينية الإسلامية.
يعطيكم ألف عافية. وبدون شك هذا مثل ما تحدثنا يعني يمكن من مكانة بيت لحم وفلسطين تحديدا. عطوفة المحافظ نسمع من حضرتك يعني في ظل عملكم اليومي وبالذات في فترة الأعياد هذا المجهود الجبار اللي عم بتقوموا فيه، رسالة من حضرتك معايدة ربما لجميع المحتفلين وجميع أبناء شعبنا الفلسطيني، أيضا أبناء شعبنا الفلسطيني في الشتات يمكن اللي هنالك صعوبة لأسباب عديدة بالوصول إلى فلسطين والتواجد في الأراضي المقدسة. نقول لكل أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده كل عام وانتم بخير، إن شاء الله السنة القادمة نحيي احتفالاتنا والقدس محررة والدولة الفلسطينية على أرض الواقع ومن بيت لحم، رسالة لها علاقة بالسلام والمحبة والإخاء وأيضا التحدي، القرار الأمريكي الظالم اللي يشكل اعتداء على الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني ستبقى بصورته واضحة أمامه بتحقيق حقوقه الوطنية وإقامة دولة المستقلة وعاصمة القدس الشريف. لأبناء بيت لحم يعني بنرجع أنهم يتحملوا إجراءاتنا وترتيباتنا لأن لها علاقة بإحياء هذا الحدث الضخم والكبير اللي بيعتز وبيفتخر فيه كل أبناء الشعب الفلسطيني. وأنا كما قلت جميع الوفود القادمة إلى بيت لحم مرحب فيها وبدون أي تحديد، لأنه في هناك لغط في هذا الموضوع، ونحن بالنسبة لنا الأمريكان الأوروبيين العرب المسلمين كل دول العالم أبناء الشعوب في كل دول العالم مرحب فيها، مرحب فيها. المشكلة هي مع الأساسة وليس مع الشعوب، وبالتالي نحن بحاجة إلى كل شعوب العالم ليقفوا إلى جانبنا ويعبروا عن تضامنهم معنا. وكما تحدثت الوزيرة جزء كبير من الوفود القادمة هي وفود تتضامن معنا، وبالتالي نحن كشعب فلسطيني شعب حضاري بيت لحم آمنة مطمئنة ولا يوجد أي مشكلة فيها، فقط مشكلتنا مع الاحتلال ومع إجراءاته. وجميع من يأتي إلى بيت لحم مرحب فيه. وأنا في يعني حادثة حصلت بأنه وزير الخارجية الطلياني كان مشارك مع بعض الفعاليات التي لها علاقة بالاحتجاج على الاحتلال وإجراءاته في منطقة قبة راحيل، وهذا يؤكد بأنه حتى الوفود القادمة إلى بيت لحم لا يزعجها للاعتداءات اللي بتمارس على المنشآت والفنادق ولا على المواطنين في المنطقة. الجميع صار بيعي هذا الموضوع، وبالتالي هذا لا يؤثر على سير الحركة السياحية وعلى سير الاحتفالات في بيت لحم بالمناسبات المختلفة إن شاء الله. إن شاء الله يعطيكم ألف عافية وبارك الله بجهودكم، الله يكون بعونكم على هذا الجو في هاي أجواء البلاد بتدفي القلب. أكيد شكرا لك كثير عطوفة محافظ بيت لحم اللواء جبريل الرجوب، كل الشكر لك، كل عام وأنت بألف خير، وأيضا كل الشكر لك لوجودك معنا بهالصباح البارد من هون من أمام كنيسة المحيط. شكرا لكم كل عام.